لا أعلم الأول من واح أول من قسمه، لكن هو تقسيم قديم. نعم تقسيم قديم في رسالة للشيخ عبد الرزاق البدر، عبد الرزاق ابن عبد الشيخ عبد المحسن العباد البدر، في رسالة ذكر فيها يعني من قسمها. والمناسبة الشيخ عبد الرزاق يعني من المشايخ اللي يسافرون يعملون دروس دورات ويذهب أماكن كثيرة، لو تدعونه، وهو من أنفع مشايخ الشباب وأنشطه، إن شاء الله أنصحكم به. ما شاء الله. طيب.